مصر للإنتاج والتوزيع تقدم. Oh,
سابقا في الاب الروحي. الدار دي يا سيدي بناها ابوك وابونا زين العطار عشان تبقى حمايه ليه ولجارته. تجاره ايه؟ سلاح. كان لازم تقول لي يا حسن. اكيد في يوم من الايام هتبقى كبير العيله، ساعتها مش هينفع يخبوا عليك ان احنا بنتاجر في السلاح. لما ترجع يا حازم في حاجات كتير هنقعد نتكلم فيها مع بعض. ازيك يا حازم؟ الحمد لله، وحشتني قوي. مين بقى شايف ان احنا نبقى مع سليم العطار؟ انا يا حسن. وانا ما عنديش مانع ان انت تشتغل معانا يا معتصم. ده من عشمي برضك يا باشا. بجيت مع واحد ما رضاش اشغله عندي، المره دي بقى انا هلعب بطريق تاني. انتوا سميتوه ايه؟ صالح. ايه رايك في حياتي؟ الخيره فيما اختارها الله. بالك انت لو امك دي تسمع كلامي وتاكل في الطقه فرخه بلدي مسلوقه يومين وهتقف تبقى زي الحصان وتجري في القصر رايح جاي كده. دم خفيف والله هنا وضحكتيني. انسي بقى يا سلمى، انسي عشان تقدري تكملي. انسى اللي عدلت. اعتبر ان اللي حصل ده امبارح ما حصلش، اعتبري كان كابوس رخم وصحيتي منه. المهم بس ابن هناء ده يفكوا مني خالص عشان الموضوع يمشي زي ما احنا عايزينه. دلوقتي كل الخطط اتغيرت وللاسف انت كنت جزء من الخطط القديمه. انا مش فاهم ليه كل ما اطلع خطوه لقدام ترجعوني خطوه ورا. راي بنتي الغاليه رودي ومعلوماتي يعني انها كانت هتتجوز واحد تاني. متهيألي سيف اللي قال لي على كل حاجه امبارح. انا فعلا كنت بحب يحيى العطار. مش اخبار عن الريس؟ الغيبوبه من النوع ده ملهاش اي حل غير الانتظار. ولزوم ايه الكلام ده يا صاحبي؟ لانك لو ما ركزت انا راح بكشفك قدام عيله العطارين. احنا دافنينه سوا، انت تكون صدقت ان احنا اخوات بجد. ندى وعز العطار مش ولاد زين العطار. في حد غير عارف المعلومه دي؟ ولا حد هيعرف. يبقى نتجوز عرفي. نكتب ورقتنا ساعتها نبل الشربات. انت ليه مش عايز تصدقني؟ هتيجي دغري بدل ما هزعك. انت هتتجوز ريهام الذهبي، شوف بقى ده مميزاته قد ايه، يعني اكيد هتبقى كسبان. انا هتجوز ريهام الليله. انا غلطت في حقكم، مفيش حاجه تغفر الغلط ولا في حاجه تبرر اللي انا عملته. نص الليله هكون لوحدي وبسلمك المخازن وبعدها بقى انت تديني نصيبي. انا فعلا عمار اللي انت عارفه وربيته كويس، عمار اللي قبل ما يمشي وراك في طريق الغلط اللي انت رسمته. اللي جابك هنا يا سميح؟ حسن. طول عمري بقول عليك انك الوحيد اللي بتفهم في عيال الدار يا عمار يا ولدي. هو ده عمار اللي مربيه على يدي وخبره زين. صح يا عم سميح، انا فعلا عمار اللي انت عارفه وربيته كويس، عمار اللي قبل ما يمشي وراك في طريق الغلط اللي انت رسمته. اللي جابك هنا يا سميح؟ حسن. ايوه حسن. مستغرب كده ليه؟ الغريب دلوقتي هو وجودك انت وبحر. بس الواد عمار طلع اصيل، قال لي كل حاجه من ساعه ما كلمته اول مره، وسبناكم عشان تلفوا الحبل حوالين رقبتكم واديكم جيتوا لحد هنا. مفيش حاجه غريبه بعد ما فضينا العهد اللي بينا وبينا. انا لو مكانك يا عم بحر مش هقول الكلام ده خالص. وبعدين مفيش عهد بيني وبينك، صح ولا ايه؟ وجودكم دلوقتي ملوش غير معنى واحد، انكم جايين تتعدوا على المخازن، وده عندي ملوش رد غير الدم. ها؟ لا بلاش دم يا حسن. نزلوا السلاح. بلاش دم يا بحر. يا سميح قلبك حن ولا ايه؟ مش سامع بقول لك مفيهاش غير الدم؟ استنى ايه؟ شايف يا بحر؟ بص حواليك، احنا خلاص وجعنا واللي كان كان. بحر عمره ما بيوجع يا سميح. هتوجع يا بحر. ابويا ابويا. يا بنت تشتري مني، مفيش اسهل من انك تكسبي اللي قدامك بكلمتين حلوين وكم حركه جدعانه، ما بالك بقى اذا كان راجل وجوزك. برضه يا طنط مش عارفه اعمل ايه. وانا يا بنت اقول طول تقول احلبوه؟ صدقني انت سديتي نفسي عن الكلام ده. انا كان بيني وبين جيهان هانم مصانع الحداد وفي الاخر كسبتها، وانت جايه تقولي لي اعمل ايه؟ والله يا طنط وقفتك جنبها دي حركه جدعه جدا، ما حدش كان ممكن يتخيلها. هو لازم الست جيهان كانت تتعب عشان تعرفوا ان ده كنت انا جدعه ولا مش جدعه؟ اما غريبه دي والله. والله يا طنط انا مش قصدي حاجه، انا بس بتكلم. مش بتتكلميش خالص. انا صحيح في الاول ما كنتش طايقاها، وهي كان ممكن تاخد غرضها مني وترميني في الشارع، بس بصراحه هي طلعت اصيله ووافت بوعدها، واللي زي دي لازم كلنا نشيلها فوق راسنا. بقول لك ايه، تخلتيني في الكلام.
فين الجوز واللوز وعين الجمل بسرعه. خدي شويه. طيب خدي شويه. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا يحيى. ايه قومتك ولا ايه؟ لا خالص، انا كنت رايحه اجيب حاجه لطنط وراجعه تاني. على فكره انا بحسدك جدا على طنط، ما شاء الله زي العسل. طيب اسيبكم بقى مع بعضكم. اتفضلي. ما بتساليش عليا ليه ياما؟ ولا خلاص ما بقتش قد المهام؟ تقدر تقول حاجه زي كده. وصله الرحم ياما؟ عقبال عندك. عندي حسنات كتير، تقدر تقول مستغنيه. طب عندك حسنات كتير دي وهصدقها، هضحك على نفسي واصدقها. انما القناعه اللي حلت عليكي فجاه دي جبتيها منين؟ كرايه ابن المنكوسه. ما تقول ياد جاي ليه؟ ولا كنت جاي وعايز تمشي في الخباثه من غير ما تيجي تطمن عليا زي ما عملتها قبل كده؟ انا هتجوز الهام الليله ياما، ما كانش ينفع طبعا اعمل كده من غير وجه اقول لك. ليه يا حبيبي؟ ليه يا نني عيني؟ ما كنت تتجوز من غير ما تقول لي. ما اقدرش طبعا، ده انت ست الكل. على العموم برضه البنت بقت غلبانه وملهاش حته تسند عليها غيرك. على راي المثل، الحظ لما ياتي يخلي الاعمى سعادي. ما توسعهاش قوي كده يا ام. خلاص هاشم الله يرحمه كتب كل اللي وراه واللي قدامه باسمها. كل الحكايه بس ان زي ما انت بتقولي كده ما بقاش ليها ظهر غيري، والحياه بقى من ميت. وهتتجوزي سكتي كده؟ انت عايزانا نعمل ايه يا اما غير كده؟ البت لسه ابوها ميت ما بقالوش كتير. والله اذا كان عليا ما كنتش عايزه الموضوع ده خالص، بس اقول ايه؟ ادي الله وادي حكمته. طول عمرك مخيب املي فيك. هقول ايه؟ الله يبارك فيك يا اما، كنت عارف انك هتفرحي لي قوي. هو انا ممكن اعرف انت قلت ليوسف على يحيى ليه؟ انا ما كدبتش يا حبيبتي، انا قلت له يستفتي قلبك، يعني عشان عارف ان في قلبك حد تاني. ممكن تبطل تتدخل في حياتي؟ ليه بس يا روري؟ ده انت حبيبتي. اظن جه الوقت ان انت تشغل نفسك باي حد غيري. ما تصاحب، اتجوز، المهم سيبني في حالي وخلاص. انا مش فاهم انا غلطت في ايه بس. هو يوسف زعل ولا ايه؟ زعل ومشي كمان. بركه يا جامع. طب تخيل بالعند فيك، هرجعه واتجوزه كمان. عن اذنك. اديني يا ستي وفيت بوعدي وكتبت عليك. واظن ان انا كمان وفيت بوعدي. احنا لسه شوفنا حاجه يا فتحي. اهدى، ده انت لسه امضتك حبرها ما نشوفش على ورقه الجواز. انا بتكلم على مشروع قنوات الرياض. بذمتك ده كلام معقوله في ليله مفترجه زي اللي احنا فيها دي وجايه تقولي لي شغل؟ احنا جايين نبسط، جايين نسهر. وبعد كده هنروح على بيتنا هناك عيش الزوجية. طب ومستعجل على ايه؟ ما احنا كده كده رايحين رايحين. على رأيك رايحين رايحين كلنا. لها بقول لك ايه، ما تقفلناش الليلة من اولها ووصلنا كده على ازازة. ماشي ماشي يا عروس. بص، انت ممكن تكون مبهور بالسلاح وضرب النار والتدريبات، شايف ان دي حاجه جديده، حاجه مسليه نفسك تجربها، بس عايز اقول لك ان العالم ده مش كده خالص. انا ما بقتش عيل صغير يا حسن. انا يمكن لسه شايل السلاح ما فيش من كام يوم، بس مش ده الموضوع. الموضوع ان دي تبقى تجاره ابويا وانا هكمل فيها ايا كانت التجاره دي عامله ازاي. انت اللي بتقول الكلام ده؟ فين شخصيتك وفين احلامك؟ احلامي ان انا ابقى زي زين. يمكن لو انت كنت عشت معايا زي ما انا عشت معايا كنت هتفهم انا بقول ايه. انا مقصودش يا حسن، بس هي الفكره ان انا قررت خلاص، حتى لو ماما وصالح ما وافقوش على الكلام اللي انا بقوله ده. احب اطمنك، صالح ولا هيوافقك ولا هيعارضك. بص يا حازم، في حاجات انا كنت مخبيها عليك بس دلوقتي ممكن تعرفها عادي جدا. صالح طلعوا عليه شويه صيع وضربوه وهو مغمى عليه دلوقتي في المستشفى. إيه؟ مبقاش في غير امك، افهم بقى. طب انت ازاي ما تقوليش حاجه زي كده يا حسن؟ هقول لك الكلام ده امتى وفين؟ في عز اسبوع العلاج بتاعك؟ عشان ساعتها بقى نخسر كل حاجه. عارف يا حسن؟ الكلام اللي انت قلته ده خليني مصمم اكمل اللي انا عايز اعمله. ماشي يا حسن، انت حر. حر يا ابن زين العطار. Thank you.
واحنا نفضل ساكتين كده كتير ولا ايه؟ هو في حاجه تتقال؟ يعني ده منظر اتنين لسه متجوزين بذمتك؟ والله انا ما اتجوزتش قبل كده عشان اعرف منظرهم بيبقى عامل ازاي. انا اقول لك منظرهم بيبقى عامل ازاي. مبدئيا كده ما بينامش كل واحد منهم في اوضه. تاني حاجه بقى في شهر عسل. تالت حاجه لما بيقعدوا مع بعض على الفطار بيتكلموا، مش كل واحد بيقعد في حته. هو في ايه يا يحيى؟ مالك انت ليه محسسني ان انت متفاجئ كده؟ مش فاهم. والله يا ريان مش محتاج كل شويه تفكرين انا متجوزك ليه. يحيى العطار ما بينساش، بس في الاول وفي الاخر ده جواز. يعني انا ليه عندك حقوق، والحقوق دي لو ما خدتهاش يبقى جوازها باطله. يا اما كل واحد يروح لحال سبيله احسن. مش هعرف يا يحيى، سامحني بس بجد مش هعرف. لو حاسس ان الوضع ده مش مريح بالنسبه لك يبقى شويه ونتطلق. انا متفق معاك من الاول. واضح يا بنت الناس ان في حاجات كتيره مش هتبقى مريحه في البيت ده. صباح الخير يا عروسه. بص المنديل بقى. تسلم يدك يا استاذ علي. انا ما عملتش حاجه. لا كيف، ساعدتني. وانت كمان ساعدتني وبدون ما تحسي. كيف يعني؟ خليتيني اشوف حاجات عمر ما شفتها في الدنيا دي. انا دايما الشيخ محمود بيقول لي ان ربنا بيمشينا في سكك عشان نوصل اللي احنا عايزينه، ولما بنمشي في السكك دي بنفهم ان ربنا كان عايز حاجه تانية خالص. انا ما فهمش حاجه واصل يا استاذ علي. لما رحت للشيخ محمود كنت فاكر ان هو هيبقى النور اللي هيوصلني للي انا عايزه. وصلت؟ فهمت. فهمت نفسك؟ فهمت ان النور اللي احنا ماشيين فيه كان قصده يوصلنا لنور اكبر منه. انتي. انا تتجوزيني؟ جرى ايه يا علي؟ كل ده بتولع البوتاجاز؟ تمام يا عم الشيخ خلاص. ها قولي تتجوزيني؟ عشان كده اهلك بعتوا يسالوا عليا. اهلي؟ هو انا مش قلت لك ما تتصلش تاني؟ انا كنت بتصل عشان ابارك واوصيك تخلي يحيى يبطل ينخرب ورايا. بس الحقيقه بعد الكلام اللي انت قلتيه ده بقى انا بقى عندي كلام تاني خالص عايز اقوله. يا ريت يا اياد، لان كل حاجه اتغيرت ومبقاش ليك مكان في اللعبه الجديده. انا في اللعبه دي من الاول وبامر من هاشم بيه وهفضل مكمل، ودلوقتي بتصل بيك عشان محتاج مساعدتك. احنا في مركب واحده. كنا في مركب واحدة، دلوقتي المركب ما بقاش فيها غيرك، ونصيحة مني ليك الحق نفسك قبل ما تغرق. لا لسه في نفس المركب وهنفضل في نفس المركب ومش هغرق لوحدي. لا هتغرق لوحدك، ولو يحيى ما خلصش أنا اللي هسلمك للعطار. ده انت مسلطاه بقى عليا. مش هتفرق، انت خلاص بقيت كارت محروق واللي هيلعب بيها هيتحرق زيه. الاتفاق اللي كان بينك وبين بابا الله يرحمه اعتبره اتلغى يا اياد. الشيكات ما وصلتش الإدارة المالية، ممكن معاليك تديها لي عشان أوصلها بنفسي؟ يا باشا، مع الباشا. معاك. لا خلي الشيكات دي معايا، أنا هوصلهم بكرة. شكرا يا مش حد. مليون شاور عكس بعض جوايا، ساعات بحس إني بحب ابني اللي في بطني ونفسي يتولد عشان يملى عليا الدنيا. بحس انه في روح بتربط ما بيني وبين صالح. ساعات بحس اني بكره عشان هو اللي مخوفني من بكره. مش عايزة ابقى جزء من عيله مليانه قتل ودم. ما تزعليش من كلامي يا ياسمين، انا اسفه. ولا يهمك ايه، ما قلتيش حاجة غلط يا عبد، انتي قلتي الحقيقة.
والله العظيم ما عايزة حاجة من الدنيا غير صالح. ولا كنت عايزة فلوس ولا قصور ولا أي حاجة من الحاجات دي. كل اللي كنت عايزاه إن احنا نتجوز ونخلف ونعيش في بيت كويس وبس. هيحصل إن شاء الله. والله هيحصل يا عيد. لما صالح إن شاء الله يقوم بالسلامة أكيد هيشوف الحياة بنظرة تانية. يا رب يا ياسمين. قولي لي صح، فين إياد؟ بقالي فترة مشوفوش. ولا أنا والله. إياد خلاص الشغل بقى واخد كل وقته، لدرجة إنه بقى بيجي وأنا نايمة وبيمشي الصبح قبل ما أصحى. معلش، الله يكون في عونه. الحمل والمسؤولية زادوا بعد حادثة صالح. قولي لي صح، ما تعرفيش مين السبب؟ في ناس بتقول إن حربي هو السبب، بس أنا مش مصدقة. كان دايماً صالح بيقول إنه أحسن واحد في الشركة، إنه أكتر واحد بيثق فيه. ما حدش بقى لي أمان يا آية. الناس بقت وحشة أوي. مش عارفة، في حاجة غلط، بس أنا مش هقدر إلا لما أعرف. ادخل. ايه يا ماما، في حاجة؟ لا مفيش، بيقعد مع بنتي. فيها ايه يعني؟ ايه جيت في وقت مش مناسب؟ لا طبعا، انت تيجي في الوقت اللي انت عايزاه يا ماما. ماشي يا بكاشة. بتعملي ايه؟ بتتكلمي مع حد؟ لا انا كنت قاعدة على الفيسبوك عادي. والفيسبوك مشغول ولا ما ردش ولا ما جاش في ميعاده؟ لا ماما جاي، جاي قريب ان شاء الله. طيب، أنا بس لقيتك قاعدة لوحدك وقافلة على نفسك وما نزلتيش من أوضتك خالص، قلت أجي أفكرك تبقي تباركي العيشة. حاضر. أنت كويسة؟ أه يا ماما الحمد لله. طيب، هسيبك اللي كنت بتعمليه. لو عايزة حاجة تعالي اتكلمي معايا. طبعا يا ماما. ايوه. ايوه يا عم سليم، انا بكلمك بس اقول لك ان انا عرفت اللي حصل. طب بص يا حازم، اكيد مامتك قالت لك على حاجات كتير، بس انا عايزك تسمعني الاول قبل ما تقول اي حاجه، لان في حاجات كتير كانت مداريه. اعتبرني سمعت يا عم سليم وفهمت كمان. انا بكلمك عشان اقول لك ان انا جاهز، انا بقى معاك، والرجاله كمان مستنيه اشاره مننا. والله وكبرت يا حازم، ابن زين بصحيح. ربنا يخليك ليا يا نوجا يا حبيبه قلبي. واجب الفلوس اللي عملتيه مع الالاتيه ده محفوظ. ايوه عليك يا وسام، ده انت الحصان الكسبان بتاعي. والله انا شرفني. نعمل حته البوم يكسر الدنيا. الاهم من القلب. الهتايه، الهتايه اللي هتنزل تكسر مصر، تمشي في اي حته تسمعها. لو رحت الصحراء تلاقي توك توك معدي مشغلها، هي دي اللي عايزاك تركز عليها عشان هي دي اللي هتعمل لك اسم في السوق. طب وايه مين اللي هيعملها لي دي بقى؟ يعني دي حاجه تفوتني برضو؟ انا عازمه لك مينجو، اخصائي الهتات في مصر. زمانه جاي. انا امي ده عيالي ولا ايه؟ يا لهو، ده هتبقى هتات للصبح. مش عايزك تقلق. بص بقى يا سليم، عشان نجيب من الاخر ما نضيعش وقت. انا عارف انك متورط ومخزن عيله العطار كلها ما بقتش تحت سيطرتك. يا اخي انت فيك داء وحش قوي، انك مستفز. ولا مستفز ولا حاجه، انت اللي بتستكبر اني اساعدك. عشان كده انا كل مره باجي بعرض مساعدتي. في ايه يا اخي؟ واحنا مش حاجه واحده ولا ايه؟ لا، احنا مش واحد وعمرنا ما هنبقى واحد. انا سليم العطار، ما تنساش. عشان انت سليم العطار، اللي عندك مش عند اي حد. ده غير بقى ان احنا اخوات واصحاب قبل اي حاجه.
طب بقول لك ايه، ما تيجي تجيب من اخر الاخر. المخازن بتاعتي كلها تحت امرك، بعتبر ان حقها وصل، كل حاجه زي ما هي. عالم. اللي بعده، اللي بعده سيادتك ترفع الحظر شويه عن المناطق المحظور فيها بيع السلاح. بس ده كان اتفاق قديم، انتوا كلكم كنتوا قاعدين مع زين العطار وهو بيقول الاتفاق ده ووافقتوا، مش هنيجي نعيده دلوقتي. الكلام ده كان زمان، الدنيا اتغيرت. دخلي دلوقتي يعني فتحاوي، والتاجر اللي كان بياخد 500 حته بياخد 200 حته بس. عايزين نفتح اسواق جديده. بس انت عارف خطوره الكلام ده كويس قوي يا سيف، ومهما كنت من وجهه نظرك متورط او مضغوط برضه مش هقبل. ولو قلت لك ان انا عندي هناك اللي يشيل البضاعه كلها ويدفع كاش كمان، بضاعتنا توصل مخازننا بالسلامه وبعدين نتفاهم. اكيد هنتفاهم عشان نيتنا خير. بيجو باشا، يا نهار ابيض، النهارده يوم سيخلد في تاريخ الكبريده. استاذ بيجو عندنا. ازيك يا نوجا، كانت قالت لي اسمك ايه؟ سمير الرايق، ولو مش عاجبك نغيره. لا حلو قوي. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ كله تمام يا ريس، كله تمام. انت قاعد في احلى مكان في الكبريده. ده احلى مكان؟ اوكي. على فكره نوجا موصيان عليك توصيه كبيره جدا، وانا بحب نوجا واحب كل اللي يجي من طرفها. ربنا يخليك، والله فنان. يعني انا مش مصدق اصلا ان قاعد مع حضرتك كده وبكلمك يعني فيس تو فيس. والله انا عارف ان حضرتك خرجت ناس كتير قبلي، رمضان البرنس، رامي الامير. عايز بقى سمير رايق يتخرج من نفس المدرسه؟ هتتخرج، هتتخرج يا سمير وبامتياز. لعلمك انت النوع بتاعك ده ناقص جدا في السوق، ولو عملنا لك شو صح هتعمل نقله كبيره في تاريخ المزيكا، وهتطلع سريع سريع. وانا من ايدك دي لايدك دي، بس عايز اعمل حاجه كده، يعني حاجه كلمات جديده، الحان فتيقه، عايز كده حاجه تغزو العالم. اوه اوه، حلوه قوي نغزو العالم. ده مش بقول لك نوعك ناقص؟ ناقص ازاي يعني؟ لا دي مش شتيمه، نوعك ناقص دي يعني نادر. بقالي كتير جدا ما قابلتش حد زيك، حد بيفهم. نوجا رشحت لك الشخص المناسب، واكيد كمان قالت لك ان مش بس مخرج، انا كمان شاعر وملحن. هعمل لك مكسايه في السريع، العالم هيوصل لها سنه 2050. اصحوا فوقوا يا عالم، هنقولها لاول مره. الله، احنا اللي هنغزو العالم وهنفجر المجرة. الله عليك يا فنان. دي كانها بتتجشر وتجيالك لحد عنديك. كيف دي؟ يعني الشيخ عبد القادر وزي جلته، وعلي ودماغه رايحه مني في حته تانيه، لا بيفكر في العموديه ولا في غيرها، والباقيين يعني مش هيجوا من مصر يقعدوا هنا عشان العموديه. وده يفيدنا احنا بيه. فايدنا كتير ان محدش هيحاربك على العموديه، بس لسه شويتين. انا عايزاك تعربن على اي حته ارض تلاقيها للبيع في عائلتكم، وان احتجت فلوس انا بيع سيختي لحد ما نحوش قرشين من شغلك مع العطارين. وبعدين؟ وبعدين نشتري ارض تاني وتالت. انت عارف يا معتصم مشكلتك فين؟ ان عيلتك مش من العيان، وعشان تبقى من العيان بالعافيه وفي وقت قصير ده لازم يحصل بالفلوس. احنا محتاجين فلوس كتير كتير قوي يا معتصم. قلبي مش مرتاح، حاسس ان احنا داخلين على حرب مالناش فيها. بس مكسبها كتير، وهناكل الشهد من وراها. وبكره فكرك. الله يبارك لك. بمناسبه الشهد ده، مفيش حاجه علينا. خلاص هتمشي؟ لازم امشي يا حسن. انا اتعلمت حاجات كتير قوي هنا في الدار، منها ان انا اكون راجل، والراجل دايما بيبقى مع امه واخواته في المواقف اللي زي دي. انا مش خايف عليك، وعارف ان انت هتبقى قد المسؤوليه، وهتعرف ازاي تصون البيت والدار. امسك، في هنا حاجات مهمه عايزك تتفرج عليها، وانا عارف ان هي هتعجبك. يلا يلا شغلها لي بسرعه.
شفت بقى اول ما بدات تركز في التدريبات اللي حصل. يلا انت جامد يلا. بحبك يا حسن. اخويا يلا. سيف العزيزي مش رح يترك هالموضوع يمر بدون ما يستغله. اصلا هو حكي معي حتى يوصل لي انه عنده هالمعلومة، وبالتالي معه الدافع عن عائلة العطارين هو بتزيد فرصته بانه يحل محلهم. ايوه اسرق بيه، بس ده ما كانش في اتفاقنا. اصلا ما كان رح يكون، انما هلا ظروف تغيرت وهي لسانها اطول من اللزوم. بس مش لدرجة ان احنا نخلص منها يا سرق بيه، دي مهما كانت تبعي برضه. شوف يا حبيبي، بشغلنا ما في مين بخص مين، بشغلنا في مصلحة وبس، مفهوم؟ طب معلش بس نفكر بطريقة تانية، ايه رأيك اخفيها كده في اي حتة ولا حد هيعرف لها طريق؟ وانت بتضمن انه رح تقصر لسانه وما تعود تحكي بالموضوع؟ ما تقلقش خليها دي علي، انا عارفها كويس. لو كنت عارفها مثل ما عم بتقول ما كنت سمحت لها أن صاحب مروان لدرجة أن تكشف حالها قدامه. صاحب مروان؟ وطبعاً لدرجة أنه عارف أنها مجرد بنت بتشتغل بالقناة. أنا سمحت من الأول أنها تتقرب منه حتى تكون عين إلنا عنده. كانت مجرد غلطة وحصلت. يسرق بيه أنت رح تسمع وتنفذ اللي عم قلك عليه وباختصار، ولو ما سمعتني رح تلحقها. انت وياها صرتوا كروتي محروقة بالنسبة إلي، مفهوم؟ يعني بتشكلوا خطر علي. ندى لازم تسافر من هالدنيا بتيكت ون واي.